السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ المهندس احمد الزملوط معاكم من الزملوط تايرن اوتو سيرفيس بالرحاب السوق الشرقي. النهارده هنتكلم على تدوير الاطارات. اتكلمت عليه في فيديو قبل كده، بس النهارده معانا عربيه عملي هنعمل تدوير الاطارات ده. احنا قلنا احنا بننصح ان هو كل 7000 ل 10000 اظبطها 10000 كيلو، كل 10000 كيلو تقدر ان انت تعمل الحركه دي، تمام؟ فهنبص دلوقتي هنشوف هنعمل ايه. معانا الاستاذ حسين دلوقتي هنصوره وهنساله ايه بالظبط اللي هو هيعمله. طيب دلوقتي معانا حسين، قول لي حسين انت هتعمل ايه كده في العربيه دلوقتي؟ مش مهندس احمد، هنجيب الاثنين اللي ورا دول هنركبهم قدام، والاثنين اللي قدام هنركبهم ورا، بس هنجيبهم عكس بعض، يعني اللي هنا هو هترجع الناحيه الثانيه واللي هناك هترجع هنا هو. والحركه دي احنا بنعملها عشان العربيه جر امامي، لان الجر الخلفي ليها يعني ظبطه مختلفه شويه عن الجر الامامي، تمام؟ فاحنا دلوقتي العربيه اللي معانا دي هي عامله 17000 كيلو، تمام؟ هو يعني مشي عليها شويه زياده، فاحنا هنخليها يعني نقول له كل 10000 المفروض ان هو ايه يظبط الموضوع دوت عشان يحصل تاكل منتظم، وما تلاقيش الكاوتش اللي قدام تاكل اكتر من الكاوتش اللي ورا، وفي الاخر تضطر ان انت تشتري عجلتين جداد. احنا مش عايزين كده يعني. طيب العجله دي يا حسين دلوقتي هتروح فين؟ دي العجله اللي هتركب قدام هنا في مصر، هنركبها ورا هناك عكس العربيه، تمام؟ واللي عندنا يا جماعه، اللي عندنا دي اللي كانت ورا هتطلع مكانها قدام. في النهاية زي ما شفنا التجربة العملية دي، ننصح ان احنا نعملها كل 10000 كيلو. لو اشتريت طقم من عندنا هنقدر نعمل لك الموضوع ده كل 10000 كيلو مدى الحياة، التاير روتيشن دوت مجانا بدون اي مقابل. فتعالوا زورونا وان شاء الله يعني تبقى قيادة امنة دايما. احنا بنحب دايما نقول لكم المعلومات الصحيحة اللي تحافظ على الاطارات، لان احنا بمنتهى الامانة عايزين المصلحة في الاخر يعني. بس فاحنا مش عايزين ان انت تيجي كل شويه تغير فردتين في فردتين، لا، احنا عايزين في الاخر تستفيد بالفلوس اللي انت بتدفعها، يعني الاخر وقت بس. شكرا، نشوفكم على خير، فيديو جديد ان شاء الله.